فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، الذي به أيضا قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون، ونفتخر على رجاء مجد الله. وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا في الضيقات، عالمين أن الضيق ينشئ صبرا، والصبر تزكية، والتزكية رجاء، والرجاء لا يخزى، لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. لأن المسيح إذ كنا بعد ضعفاء مات من في الوقت المعين لأجل الفجار، فإنه بالجهد يموت أحد لأجل بار، ربما لأجل الصالح يكسر أحد أيضا أن يموت. ولكن الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا، فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص من الغضب، لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا بالله بربنا يسوع المسيح الذي نلنا به الآن المصالحة. من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. فإنه حتى الناموس كانت الخطية في العالم، على أن الخطية لا تحسب إن لم يكن ناموس، لكن قد ملك الموت من آدم إلى موسى، وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم الذي هو مثال الآتي. ولكن ليس كالخطية هكذا أيضا الهبة، لأنه إن كانت بخطية واحد مات الكثيرون، فبالأولى كثيرا نعمة الله والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين. وليس كما بواحد قد أخطأ هكذا العطية، لأن الحكم من واحد للدينونة، وأما الهبة فمن جرى خطايا كثيرة للتبرير، لأنه إن كان بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد، فبالأولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح. فإذا كما بخطية واحدة صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة، هكذا ببر واحد صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة، لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاه، هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرارا. وأما الناموس فدخل لكي تكثر الخطية، ولكن حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا، حتى كما ملكت الخطية في الموت هكذا تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية بيسوع المسيح ربنا. شفنا في نهاية الإصحاح الرابع الآية اللي ختم بها هذا الإصحاح: أسلم من أجل خطايانا وأقيم من أجل تبريرنا. إن ده اللي عمله الله من أجلي. ولو بتدققوا شوية في الآية هتلاقوا إن في الآية دي عمل مين؟ مين اللي عمل الآية ده هي؟ لا مش لوحده. هتلاقوا عمل مشترك ما بين الآب والابن. أسلم، الآب سلم الإيه؟ الابن، والابن قبل هذا التسليم. عشان كده لما بيقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل، فهنا الآب بذل ابنه الوحيد. وأقيم، إن الآب أقام الابن. ما
مش لان دول منفصلين عن بعض او ده شخص وده شخص، عشان بعض الناس ما تفهمش الحتة دي، لكن لازم نعرف عشان نقدر نفهم الآية دهية لما بيقول اسلم، مين اللي سلم التاني؟ الاب سلم الابن. معناه ايه؟ ان احنا ما ننساش ان الابن كان يمثل البشرية كلها. فاحنا اسلمنا في المسيح واحنا قمنا في شخص المسيح. فلما يقول الكلام ده مش معنى ان كده ان الاب والابن منفصلين، لكن معناه ان العمل ده يختص بينا احنا، واللي اتمم هذا العمل واكمله هو المسيح نيابة عنا، واحنا كنا موجودين فيه. فاقيم من اجل تبريرنا، واذا كان ده عمل الاب والابن من اجلي، طب يا ترى انا هعمل ايه من اجلهم؟ اذا كان ده احساسي واختباري اللي مفروض ان انا فرحان بي ومتهلل بي، ان المسيح اسلم من اجلي وقام من اجلي، يا ترى الحقيقة دي انا بعيشها وبأدركها، بأسبحه وبأشكره وبمجده عليها، ولا ان الموضوع ده شيء ثانوي او جانبي في حياتي؟ ده احنا لو الواحد بيقدم لنا خدمة كنا عايزينها او بيحقق لنا رغبة او طلب احنا كنا عايزينه، بنفضل نقول ده احنا شايلين له الجميل ده طول العمر. فاذا كان المسيح عمل هذا العمل من اجلي انا وعلشاني انا، يا ترى انا شايل الجميل ده للمسيح ولا لا؟ فكده شفنا التبرير اللي قدم من شخص المسيح اللي جه ينفذ الوعد اللي ربنا اداه لابراهيم، وقدم لنا هذا التبرير. وعشان تصحصحوا معايا، التبرير دلوقتي بقينا نحصل عليه ازاي؟ خلال اربع حاجات. اول حاجة الايمان، ان انا صدق. تاني حاجة، مين اللي بيوصل لي التبرير؟ نعمة ربنا، مش جهادي، مش عملي. والتبرير ده قائم على اساس الدم، دم الكفارة اللي سفكه المسيح. وبعدين بيديني هذه الفاعلية، فاعلية النعمة وفاعلية الدم من خلال اشتراكي في قيامة المسيح. إذا كان الدم يرمز للموت، أسلم لأجل خطايانا فأنا بسلم معاه للموت، وأقيم لأجل تبرينا فأنا بأقوم معاه. عشان كده موضوع القيامة ده سر إحنا بنعيشه، مش حادثة حصلت للمسيح من 2000 سنة، لكن اختبار إحنا بنعيشه ربنا بيدهولنا. لما بنكون واقعين تحت ثقل او ضغط او حزن او فشل او في احباط، النفس اللي تيجي للمسيح وتتحد بيه تاخد اختبار القيامة انها تقوم بيه وتقوم معاه. يبقى التبرير بنحصل عليه من خلال الايمان، من خلال النعمة، من خلال دم المسيح اللي بيغطينا، ومن خلال اختبار القيامة اللي احنا بنجوزه مع ربنا. في الاصحاح الخامس ابتدى يتكلم، طب التبرير اللي احنا خدناه ده عمل لنا ايه؟ ايه نتائج التبرير؟ هديكم فرصة دقيقة، كل واحد يبص في البراجراف الاولاني من 1 ل 12 ويطلعوا لي نتائج التبرير. ايه اللي استفدناه من بر المسيح؟ كل واحد يلاقي حاجة يقول، مش بقول ما لقوش اي حاجة في اول ايه. اول حاجة اقامة، يعني سكنة دائمة في النعمة. واحد يقيم يعني يسكن، فبقينا ساكنين في النعمة والنعمة ساكنة فينا. لينا افتخار، اذا كان ربنا ادانا البر فده احنا بنفتخر بيه ونفرح بيه. ها ايه تاني؟ رجاء، لينا رجاء، والرجاء ده مبني على البر اللي ربنا ادهولنا. بعد الرجاء على طول، لا قبل كده، مجد، لينا مجد. ها ادي خمسة، ابتهاج في الضيقات اللي هو الصبر. وفي عدد خمسة، محبة الله المنتكبة في قلوبنا.
بعد المحبة على طول الروح القدس المعطى لنا، وبعدين ينهي البراجراف بآخر نتيجة المصالحة. نقولهم تاني: سلام، إقامة دائمة في النعمة، افتخار، رجاء، مجد، ابتهاج في الضيقات، محبة، روح قدس معطى لنا، مصالح. دي نتائج التبرير اللي احنا تمتعنا بيها نتيجة تبرير الله لنا. فبيقول: إذ قد تبررنا بالإيمان. وهنا أول واسطة من وصاية التبرير اللي هو الإيمان، لنا سلام مع الله. فالسلام ده هو أول حصيلة يحصل عليها الإنسان من هذا التبرير، وأظهر علامة في الحياة المسيحية وأوضح علامة في الإنسان المسيحي هو موضوع السلام. شوفوا الإنسان فعلا اللي عايش مع ربنا مليان سلام. فرق بأنك تيجي تكلم واحد أو تقابل واحد يقول لك ده عفاريت الدنيا كلها في وشه، وبين أنك تشوف واحد تحس أنك ارتحت لما تكلمت معاه، وشه كده وانطباعاته وكلامه يديك راحة. أصل ده أول علامة، لدرجة تعرفين طبعا في الأجيال الأولى من المسيحية لما كانوا يشوفوا واحد فرحان ومبسوط يقولوا له العبارة دي: أنت شفت واحد مسيحي؟ آه، ده كان علامة مميزة. إذا كنا بنحتفل بعيد الشهداء النهاردة، دي كانت علامة مميزة للعصور الأولى للشهادة، إن كان مجرد إنسان يتقابل مع إنسان مسيحي يشعر بالفرح ويشعر بالراحة نتيجة السلام اللي شافه في إنسان اللي قدامه. فأول علامة في المسيحية الإنسان اللي عاش فعلا عمل ربنا في حياته، إن في حياته فيها سلام، والسلام ده ينعكس على الآخرين. خدوا بالكم إن السلام ده مش مجرد حالة فكرية، يعني الواحد يبقى أفكاره كده مرتبة وهادية وممنطقة ومنطقية، ولا هو حالة مجرد حالة قلبية تطلع من جوه الإنسان. ما هو في واحد يبقى متبلد الدنيا تتقلب حواليه وهو مش حاسس، لا ده مش سلام. في فرق بين السلام وبين التبلد، لكن هو حالة اتصال حقيقي بين الإنسان وبين الله. فحالة الاتصال دي بقى تملى الإنسان من راحة، وتملاه من ثقة، وتملاه من اطمئنان، وتملاه من أمان، وتنزع منه المخاوف فيبقى عايش في سلام، تملاه محبة فما يبقاش بينه وبين أي حد عداوة أو كراهية، أو يفكر في حد غلط، أو يحس إن في حد بيفكر عليه غلط، عشان كده يبقى حاسس إنه شاعر بسلام. وهذا السلام نتيجة اتصاله وعلاقته بربنا. تبص تلاقي الإنسان المسيحي المبرر يحيط به السلام ويرفعه فوق كل تهديدات العالم وكل المخاوف اللي في العالم وسطوة الشر ومخاوف الأعداء، لأن سلام الله ده يعطي نصرة فوق العالم، لما قال في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. فسلام الله، عشان كده قبل الآية دي على طول يقول لهم سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. فعشان كده سلام الله يدي الإنسان نصرة فوق كل تهديدات العالم. الإنسان اللي بيبقى عايش في العالم يبقى جواه مخاوف كتيرة من الطبيعة ومن الناس ومن الظروف ومن الإمكانيات ومن الفشل ومن المرض ومن العجز ومن الضعف ومن المكايد ومن الشياطين، مخاوف كتيرة جدا العالم بيهددنا بيها، والإنسان اللي ساقط تحت ضغوط العالم باستمرار يبقى حاسس بيها. لكن الإنسان اللي حاسس أن المسيح برره وعايش في علاقة سليمة بينه وبين ربنا باستمرار في سلام وفي هدوء ومرفوع فوق العالم وتهديداته ومخاوفه. عشان كده تشوفوا في الكتاب المقدس ان ما من شخصية عاشت مع ربنا الا وكان ليها الوعد لا تخف لاني معك.
ربنا رفعها فوق كل المخاوف. الآية اللي اتكررت كتير، كررت مع موسى ومع إبراهيم ومع إسحاق ومع يشوع ومع أشعية ومع حزقيال ومع أرمية، مع كل واحد عاش مع ربنا، ربنا اداله هذا السلام. عشان كده مهم قوي واحنا قاعدين مهما كنا تعبانين نسأل نفسينا هذا السؤال: يا ترى أنا في حياتي في سلام ولا لا؟ اختبرت هذا السلام اللي ربنا بيديه للإنسان اللي برره؟ إذا ما كنتش اختبرت هذا السلام أطلبه من ربنا، أطلب بر المسيح وسع ناحيته. إحنا ما بندرس شوية معلومات، لكن أرجوكم إحنا بناخد حياة لينا، إحنا بناخد حياة لينا. إذا كنت حاسس إنك فاقد للسلام وفي حياتك مخاوف كتيرة، أطلب بر المسيح. ده معنى مجيك في المؤتمر، ومعنى الصلاة اللي انت بتصليها، ومعنى القداس اللي انت بتحضره، معنى الحاجات دي كلها ايه؟ مش مجرد واجبات بنأديها، لكن كل اللي احنا بنعمله ده هو من صلاة ومن ترنيم ومن قراية في الكتاب المقدس ومن حضور اجتماعات، كل ده من خلاله بنترجى بر المسيح. بنقول للمسيح من خلاله: ادينا يا رب البر بتاعك علشان نقدر ان احنا نعيش في سلام. عشان كده لو فهمنا الحتة دي مش هنيجي بتراخي، مش هنيجي بتهاون او بنيجي غصب عنا، لكن لو ادركت هذا الادراك ان كل اللي انت بتعمله دلوقتي وكل البروجرام اللي بيتحط وكل الحياة اللي احنا بنعيشها من اجل ان احنا ناخد بر الله فنتمتع بالسلام. فاذا كان هذا السلام نتيجة بر الله، اذا هذا السلام ليس نتيجة سعي الانسان ولا شطارة الانسان ولا جهاد الانسان، لكن نتيجة مبادرة الله تجاه الانسان، لان الله عايز يدي هذا السلام لي. الله هو اللي جه ناحيتي، مش انا اللي رحت ناحيته. واحنا اللي علينا ان احنا نقبل مجيء ربنا لينا ونقبله بفرح. الله هو اللي بيسعى انه يديني هذا السلام، وانا علي ان انا اقبله واصدقه واخده. لكن للاسف قليلين جدا هم اللي بيتمتعوا بهذا السلام مع الله. تبص تلاقوا اي انسان مضطرب ومشوش من اجل شغله، من اجل مذاكرته، من اجل بيته، من اجل اسرته، من اجل ارتباطه، ومن اجل اولاده، مش قادر يتمتع بالسلام، بينما هذا السلام عطية مجانية من الله للإنسان اللي بيبرره. الإنسان ده ملي بيفتكر زي ما هي بتقول إنه يلزم عليه إنه يعمل صراع طويل وجهاد كبير علشان يحصل على هذا السلام، وإنه يصلي كتير، وإنه يصوم كتير، وإنه يعني عليه إنه يعمل أشياء كتيرة علشان يدخل في مصالحة مع الله أو في سلام. وكأن دم المسيح غير كافي إن هو يديني هذا السلام، دي إهانة كبيرة لربنا. لا، دم المسيح دم كافي، وأنا مش محتاج لحاجة تانية معاه، أنا بس محتاج إني أقبله إني أصدقه. المشكلة ان احنا بنفتكر ان علينا واجبات كتيرة وصراعات كتيرة علشان نقدر نحقق هذا السلام. ما تقدرش مهما عمل. كل المعافرة اللي احنا بنعملها بقى في حياتنا دي نتيجة عدم تسليم الحياة لربنا، انما ما زلت بذاتي عايز اقول ان انا حجيب السلام ده، هو بصلواتي انا هخلي ربنا يصالحني. لا، احنا كل الصراع بتاعنا وكل الجهاد بتاعنا ينبغي انه يوجه الى حاجة واحدة بس، الى اني اقول لربنا استلمني كلية. الانسان الميت مش مطلوب منه يعمل حاجة، الانسان الميت يقدر يعمل حاجة، لكن مطلوب منه انه يتقبل الكلمة اللي قالها المسيح: لعاذر هلم خارجا، انه يسمع ويصدق. ده أنا عايز أقول إن حتى السمع ما يقدرش عليه لوحده لأنه ميت، لكن كل اللي يقدر يقوله: يا رب افتح أذني علشان أسمع
صوتك، افتح قلبي علشان اصدق عملك. ده اللي مطلوب من الانسان. لكن طول ما الانسان بيقول ده انا قدامي صراع كتير وقدامي جهاد كتير والموضوع صعب خالص، ربنا يقول له طب خليك ورينا هتعمل ايه. لكن اللحظة اللي يقف فيها الانسان معترف بعجزه امام الله، وانا رب مش قادر اعمل حاجة، ومش بس معترف ومقتنع بهذا العجز، لكن في تسليم كلية يقول للربنا انا ماليش غير ايديك. طبعا الاجبية احنا ما بنفتحهاش، لكن لو فتحناها في صلاة نص الليل يقول له طلبة لطيفة، يقول له بعين متحننة يا رب انظر الى ضعفي، فعما قليل تفنى حياتي وبأعمالي ليس لي خلاص. سواء كانت أعمالي سيئة ما تقدرش تحقق لي الخلاص، أو أعمالي كويسة برضك ما تقدرش تحقق لي الخلاص، لكن انظر إلى ضعفي بعين متحننة لأن بأعمالي ليس لي خلاص. الإنسان اللي بيطلب ويطلب ويقف بثقة وبتأكد وبرجاء وبتسليم، ده الإنسان فعلا اللي يطلع مليان بالسلام. الإنسان عارفين أن أهم حاجة في حياته أنه يحس بالسلام. أي واحد سواء شرير أو قديس لازم يحس بالسلام، بس في ناس بتحس بسلام مزيف وبتقنع نفسها أن هو ده السلام، وفي ناس فعلا بتحس بسلام الله الحقيقي. لان بيقول العالم ليه مجموعة طرق كده ممكن يدي بيها الانسان سلام، بس السلام ده يبقى سلام مزيف مش سلام حقيقي. واول طريقة العالم يديها للانسان عشان يشعر بالسلام هي موضوع الهروب. الهروب ان الانسان يهرب باستمرار من مشاكله. عايز تستريح انسى مشاكلك، عايز تستريح وعايز تبقى حاسس انك مرتاح اهرب من الواقع بتاعك. باخدوا بالكوا الهروب ده يعني ايه. لما اقعد فتح التلفزيون وقاعد قدامه 5-6 ساعات ده نوع من الهروب. انا بحاول انسى المشاكل والخطايا والضعفات والفشل اللي جواي. موسيقى الديسكو اللي طلعت ده نوع من الهروب. الانسان بيحاول ينسى نفسه. تمسك واحد تقول له انت يعني بتعمل كده ليه، يقعد يهز في راسه يمين وشمال يقول لك عشان انسى. برضك اللي بيشرب مسكرات او بياخد مخدرات ده هروب، نوع من الهروب. اللي يطلع يتكلم كتير ويضحك كتير ده نوع هروب من الواقع. فالسلام يقنعني انك عشان تخلص من مشاكلك اهرب منها، لكن عمر ما كان الهروب يستطيع انه يدي الانسان سلام، لان المشكلة هتفضل جوايا. او الطريقة التانية اللي بيلجأ ليها العالم علشان يريح الانسان التأجيل. الانسان حاسس ان فيه غلط كتير في حياته وفي مشاكل وفي اضطرابات، يقول له طب بكرة، بكرة تتوب، بكرة تتصلح، بكرة تبطل، بكرة تتغير. ويفضل الانسان يقنع كل يوم نفسه بانه بكرة الحال هيبقى احسن، وعمر ما بكرة ده بيجي. سلام الطريقة الثالثة اللي بيقدمها العالم سلام التنازلات. تسيب حاجة يتساب لك حاجة وتحل المشكلة، زي مثلا ما بين العرب واسرائيل دلوقتي، الارض مقابل السلام، تسيبي ده نسيب ده. العالم برضك يقدم كده او يبني سلامه على التنازلات. تسيب حاجة يتساب لك حاجة فتقدر المشكلة تتحل. لكن مين قال؟ اديكوا شايفين بقالهم كام سنة وعمرهم ما قدروا يصلوا الى السلام. اذا الطريق الوحيد للسلام هو بر الله، اذ قد تبررنا لنا سلام. مفيش بر لا سلام قال الهي للاشرار. وخطورة موضوع السلام ده ان الانسان لما بيحس انه ما فيش في حياته سلام ما بيبقاش قدامه غير حاجة واحدة بس عشان يهدى. ايه هي؟ ينهي حياته. وده اللي يفسر فيه ليه ناس كتيرة بتنتحر، لانه عايز يرتاح مش قادر، جرب كل الطرق
جرب الهروب، جرب التأجيل، جرب التسويف أو التنازلات، لكن ما قدرش يستريح، فما كانش قدامه غير أنه ينهي حياته. لكن البر بتاع المسيح يدينا هذا الرجاء وهذا السلام، وهذا السلام تحقق بربنا يسوع المسيح. وتلاحظوا أن من أول آية في إصحاح 5 لآخر آية، بصوا كده لآخر آية في إصحاح 5، ربنا يسوع المسيح. إن عايز يقول من أوله لآخره كل ده هناخده بربنا يسوع المسيح. إذا كان نتكلم في إصحاح 4 عن إبراهيم أبو الآباء اللي خد وعد وصدقه بالإيمان، فهذا الوعد تم ونفذ بربنا يسوع المسيح، الذي به أيضا قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة. بينقلنا للخطوة الثانية من التبرير. إذا كان الخطوة الأولانية الإيمان، فالخطوة الثانية النعمة. والإيمان برضك يدخلنا للنعمة زي ما الإيمان دخلنا للتبرير، التي نحن فيها مقيمون. والإقامة هنا تعني السكن والثبات الدائم. احنا مش بس لينا نعمة، لكن النعمة دي بتاعتنا واحنا قاعدين فيها وهي قاعدة فينا. فرق بين واحد بياخد نعمة مؤقتة او لفترة معينة وبعد كده تفرق النعمة، وبين واحد تاني مقيم إقامة دائمة في تلك النعمة. ونفتخر على رجاء مجد الله. كلمة نفتخر هي هيها نفس كلمة نفرح. نفرح بالرجاء ان لينا شركة في مجد الله، ده معنى الآية. فالتبرير ادانا سلام، والتبرير مع السلام انشأ لينا فخر، انشأ لينا فرح، لان احنا اتأكدنا وبقى املنا ورجائنا ان احنا نشترك في مجد الله. اذا كان مضية مهما كانت بشاعته ممسوح بالدم، والحاضر بتاعي مليان سلام وانا مقيم في النعمة، فازاي لا ارجو، كيف لا ارجو مستقبلا فيه اتمجد مع الله، ان انا اتمجد مع ربنا. اذا كنت حاسس ان الماضي بتاعي بوحشته اتمسح، والحاضر بتاعي مليان سلام ونعمة، يبقى المستقبل بتاعي اكيد مفرح ومجيد. حقيقة ان اشعياء النبي تنبأ عن الموقف ده. لو طلعنا اشعياء 35 عدد 10، تشوفوا الانسان اللي تبرر شكله ايه. فاشعياء 35 صفحة 1032، ومفدي الرب يرجعون ويأتون إلى صهيون بترنم وفرح أبدي، على رؤوسهم ابتهاج وفرح يدركانهم، ويهرب الحزن والتنفس. مفدي الرب دول الناس اللي اتبررت بدم ربنا، ييجوا إلى صهيون. صهيون دي رمز الكنيسة ورمز لأورشليم السمائية، بترنم وفرح أبدي، على رؤوسهم ابتهاج وفرح يدركانهم، ويهرب الحزن والتنفس. ده منظر الإنسان اللي هيشترك في مجد الله لما يطلع إلى صهيون السماوية. عشان كده الإنسان اللي تبرر ونال بر الله من خلال المسيح، لا يعود العالم إنه يكون له مصدر قلق أو حزن أو كآبة أو تنهد أو ضيق، بل هو في النعمة يقيم. إذن البر يؤدي إلى مجد. إذا كان شفنا في الإصحاح الثالث الجميع أخطأوا وأعوذهم مجد الله، الخطية أفقدت الإنسان المجد، فجه بر المسيح يرجع للإنسان المجد. فإذا كان أول علامة من علامات الإنسان المسيحي السلام، فتاني علامة هو الفرح. الإنسان المسيحي باستمرار فرحان لأنه في النعمة يقيم، لأنه ليه رجاء، لأنه ليه شركة في المجد. وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا في الضيقات.
واحد يقول طب معنى كده ان الانسان اللي اتبرر ما عندوش مشاكل؟ لا، ما حدش قال كده. طول ما الانسان في العالم هيبقى عنده مشاكل، لكن بولس يقول نفتخر في الضيقات. نفتخر يعني نفرح في الضيقات، ان حتى الضيقات لا تستطيع ان تنزع منا فرحنا وسلامنا. حتى المشاكل اللي بنمر بيها، احنا في العالم، العالم هيضغط، لكن ثقوا انا قد غلبت العالم. احنا في العالم، لكن احنا مرفوعين ومنصورين فوق ضغوط العالم وفوق احباطات العالم. بل نفتخر ايضا في الضيقات، عالمين ان الضيق ينشئ صبرا. خدوا بالكم ان هذا الكلام، الفرح والسلام والمجد، ده مش مجرد اوهام او تأملات او خيال. لان بعض الناس يقولوا دول ناس وهمين اللي بيفكروا في الكلام ده، احنا مش شايفين حاجة، انها مجرد تصورات انسان. لا، دي حقيقة الانسان بيعيشها دلوقتي وفي الزمن الحاضر، حتى لو وجد تحت الضيق. كلمة ضيق يعني ضغط، وفي ضغوط كتيرة جدا في الحياة. في ضغوط الحاجة، الاحتياجات بتاعت الانسان، عايز وعايز وعايز. في ضغوط الحزن والاحزان اللي الانسان بيمر بيها. في ضغوط الظروف، في ضغوط الرغبات، في ضغوط الوحدة. انسان حاسس انه لوحده ومحدش بيحبه ومحدش بيهتم بيه. في ضغوط من الناس، الناس بتضغط عليه او بتزقه ناحية حاجة معينة. في ضغوط موجودة في الحياة، بيسموها كده علماء النفس، ان في ضغط على الجيب يعني مفيش امكانيات، في ضغط على الصدر يعني مفيش حب، في ضغط في العلاقات يعني الناس بتضغط عليه في اتجاه معين. لكن الضيق بالنسبة للانسان المسيحي مش بيفطس الانسان او يتسلط على الانسان، بل بالعكس، ده بينشئ في الانسان حاجة كويسة، بينشئ فيه الصبر. وخدوا بالكم ان الصبر ما هوش كلمة الصبر اللي في ذهن العالم، يقول لك يعني صبر بتاع الاستكانة او الاستسلام. هتعمل ايه؟ قدامكش تعمل حاجة. ولا هو الصبر ان انت بتقعد تتمرن، يعني واحد يقول لك صبر التدريب، كل ما تتمرن، كل ما تصبر، كل ما تكتسب طاقة أكبر. ولا لما بيحصل مثلا تبقى ضيقة في حياة الناس، يجي ناس تعزي الإنسان أو تصبره بالبلدي، فتقول له بكرة هتتفوفرج، بكرة تتحسن. يعني بيوجهه نظره إلى ما بعد الضيق، ما تبصش لوقت الضيق، بص بعد كده هتبقى أحسن. ولا ان انت مثلا يجوا يعزوا الانسان برضك، ربنا هيعوضك. انتظار عوض من مين؟ من ربنا. مش هو ده الصبر، او مش ده اللي يدي تزكية. الصبر ما هوش مجرد الاحتمال الاخلاقي لبعض الشدائد في حياة الانسان، ولا بان الانسان يمثل يعني يبقى من جوه هيفرقع وعمال يقول اشكرك يا رب. يجي الناس تكلمون يقول نحمد ربنا، لكن هو من جوه مش حاسس بكده. تظاهر بشكر ربنا وبضبط النفس. لكن الصبر ينشأ صحيح ويكتسب الانسان منه خبرة وتزكية، لو عرف ان الضيقة دي جاية ليه. ان الضيقات اللي ربنا بيبعتها للانسان ما هياش انتقام، ولا هي مجرد تأديب، لكن إذا استعلنت أسباب هذه الضيقات ومعناها من خلال الله، يرتاح الإنسان إلى هذا الضيق ويقبله ويتحمله، بل يشكر عليه فعلا من القلب، بل إنه يصر به. وده اللي شفناه في بولس لما قال أصر بالضعفات وبالضيقات وبالشدائد. ليه؟ لأني لما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي. أصر بالضعفات لكي تحل علي قوة الله. وهنا بولس قدر يلمح أهمية الضيق اللي في حياته، إن الإنسان اللي بيحس بضعفه في خلال الضيق بيكتسب إيه؟ قوة ربنا. إن ربنا يقول له تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف
تكمل. فإذا كان في ضيق بيحصل في حياتنا ده احنا بنفرح بيه، نصر بيه مع بولس، لأنه يستطيع أنه من خلاله الله يزكينا. فأي ضيق في حياتي هو مجرد ظل الصليب بتاع المسيح، مجرد ظل كده للصليب، وكأن المسيح عايز يشركني معاه في آلامه علشان أشترك معاه في مجده. إذا كنا نتألم معه فلكي نتمجد معه أيضا. فلما يكتشف الإنسان سر الضيقات دي اللي بتجيه إنها تنقية وتزكية وحفظ للإنسان من إنه يتكبر أو من إنه يهمل في حياته أو من إنه يضيع، كل الألام دي يحس بأهميتها وبقيمتها. من تألم بالجسد كف عن الخطية، فمش بس يقبلها ده كمان يشكر ربنا عليها، لأنه بيبقى عايز يشيل الصليب مع ربنا. فإذا هنا الضيق ما هو زي ما الناس بتفتكر إنه علامة غضب من الله، لكن هو علامة حب من الله علشان يزكي الإنسان. أيوة معلش تعلي حسك، ربنا بيمددني بيه بينقيني بيه، عشان كده قلت التنقية أول حاجة. لو الضيق ده نتيجة خطأ مني هقبله برضك بفرح، لأني عارف إن ربنا مهتم بيا، ولولا إني غالي جدا في عينيه، لولا إنه بعت لي الضيق ده علشان ينظفه، فبرضك بفرح فيه. ما احنا بنقول ضغوط الحياة مش ما بفكرش فيها، بفكر فيها وأنا مطمئن إني في إيدين ربنا وإن ربنا حيديني هذه النعمة، لكن ما بقاش منزعج من أجلها. والمسيح لما علمنا تأملوا طيور السماء وزنادق الحق، ما بتشتغلش وما بتعملش لكن عمرها ما تنسى، فتعلم الدرس ما تشيلش الهم. في تأمل جميل مكتوب في الورقة عندكم، إذا كان ربنا بيهتم بالحاجات الصغيرة مش هيشيل لك الحاجات الكبيرة. لما بيقول لك لا تهتموا بما للغد، أنت مش واثق إن هو يقدر يشيل لك بكرة ده؟ نعم، مش يتضايق، يتعلم الصبر، لأن الصبر معناه مثابرة، جهاد في الإنسان. وبعدين كل حاجة بتسلمنا للي وراها، الضيق ينشئ صبر والصبر ينشئ تزكية. تزكية يعني إيه؟ إذا استقبل الإنسان الآلام لأجل المسيح وفرح بالضعف والضيقة اللي فيه من أجل المسيح، تحل عليه قوة المسيح فيتذكى. يتذكى يعني لما أقول إن أنا فحصت الحاجة دي فلقيتها كويسة، معنى إن أنا لقيتها كويسة إن أنا زكتها. من امتحن وظهرت جودته في الامتحان هي دي التزكية. يعني بتخش الامتحان وينجحوك دي اسمها تزكية. والتزكية تديني رجاء، والرجاء لا يخزى، لا يخزى بمعنى ما يتكسفش. فعشان كده تأكدوا ان ترجى ربنا وحط ثقته في ربنا وبينتظر ربنا مش ممكن يلاقي وهم في الآخر. طب ايه اللي يأكد لي ان انا مش هلاقي وهم في الآخر؟ ما ممكن تبقى كل الكلام ده أوهام. يقول في اختبار واحد يأكد لك ان كل الكلام ده حقيقي. والرجاء لا يخزى لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. والدليل ان ده مش أوهام ان معانا عطية فعلا اخدنها ونتمتع بيها دلوقتي، اللي هي الروح القدس علامة محبة الله لينا. فمحبة الله انسكبت يعني اتكبت او اندلقت بغضارة بفيض، لان محبة الله غير محدودة. فتخيلوا محبة الله الغير محدودة دي تيجي تملاني انا المحدود، فقد ايه الانسان يفرح بتلك المحبة دهية. بس عايزين نقول ان محبة ربنا تفرق عن محبة الناس. ما هو بقول الناس بيحبوني، لكن في فرق بين محبة الناس ومحبة الله. محبة الناس باستمرار محبة تتطلب في مقابلها محبة. تحبني أحبك، تديني أديك.
لكن محبة الله غير كده. احنا بنقعد نستنى مين اللي يبتدي المحبة، لا كل الخناقات بتاعتنا في بيوتنا اصلهم ما بيحبونيش، اصلهم ما بيقدرونيش، اصلهم ما بيعملوش ايه. طب ما تبتدي انت تحبهم وتبتدي انت تقدرهم. اصلهم ما بيدونيش، طب ما تبتدي انت تديهم. يقول لك لا، لما يبقوا يدوني ابقى انا اديهم، لما يبقوا يحبوني ابقى احبهم. وكل واحد مستني ان التاني يبتدي بالحب، ومحدش عايز يبتدي، عشان كده محدش بيحب التاني. لكن محبة الله محبة بدأ باستمرار. الله هو اللي بيبتدي يحبني، الله في ايده البداية باستمرار. محبة الناس تطلب مقابل باستمرار وتكف عندما لا تجد هذا المقابل. لكن محبة ربنا بلا مقابل، ربنا بيحبني ومش مستني مني حاجة. محبة الناس محبة مشروطة، مش هنحبك إلا إذا حققت بعض الأشياء اللي تخلينا نقبلك. ده على كل مستوى في المؤتمر، لو أنت بتعاملني زي ما أنا عايز أحبك، ما بتعاملنيش زي ما أنا عايز ماليش دعوة بيك. بنقدم لبعض محبة مشروطة تبقى على هوايا أحبك، لكن ليك شخصية مستقلة مختلفة عني ما أحبكش. محبة الناس محبة مؤقتة، لأن الناس متغيرين، اللي بيحبني النهاردة بيزهق مني بكرة، واللي مبسوط مني النهاردة بيملني بكرة، واللي بيمدح فيا النهاردة بيذم فيا بكرة. الناس متقلبين متغيرين، لكن محبة الله محبة دائمة. يبقى محبة ربنا بادئة، محبة بلا مقابل، محبة غير مشروطة، محبة دائمة. والمحبة دي الغير محدودة كلها انسكبت في قلبي علشان تملاني وتمتعني بيها. طب برضك بيني وبينكو كده، كل واحد لو سأل نفسه سؤال، انت شاعر بالمحبة ده؟ هي حاسس ان ربنا بيحبك كده؟ مهم قوي ان الانسان يكتشف الحاجات ده. هي كلنا حفظنا من مدارس الاحد ومن الكنيسة ان ربنا بيحبنا، لكن مين اللي شاعر فعلا ان ربنا حبه وبيحبه؟ نقطة محتاجة الاختبار. لما تعرف حاجة انك تقبلها وتصدقها فتختبرها. سكاب الروح ده علامة على منتهى الحب. قلت لكم يمكن مرات كتيرة هذا التعبير، لما واحد بيحب انسان ويحاول يعبر له عن شدة حبه ليه، يجي يعبر له كده ويقول له ده انا بحبك جدا جدا، ده انا اديك روحي. الله لما حبنا بشدة جدا ادانا روحه، سكب فينا روحه. الانسان لما بيقول انا اديك روحي، يعني اديك اغلى ما املك، اديك كل كياني، اديك اهم حاجة. مش هديك شوية فلوس ولا هجيب لك شوية هدايا ولا شوية بنبوني، لكن هديك اغلى ما عندي، هديك ذاتي، هديك روحي. الله لما حبنا لانه بص فينا لقى صورة ابنه، ابنه اللي بررنا واحنا متنا فيه وقمنا من خلاله، وصورة المسيح ابنه انطبعت فينا، ومجد المسيح بقى فينا بالبر اللي ادهولنا. ما قدرش الاب يمنع روحه عنا، لان الابن ده بالنسبة للاب هذا هو ابني حبيبي الذي به سرر. عشان كده لما لقى فينا صورة ابنه سكب علينا الروح القدس، او ادانا هذا الروح. لما المسيح فدانا الاب بررنا، فالروح القدس حل فينا كعطية من الاب لينا. بس لو ذهنكوا صاحي شوية، محبة الله دي ما هياش عطية من ربنا، امال ايه؟ الحاجة اللي بياخدها الانسان من ربنا بنسميها عطية. يعني ربنا يديني حاجة تبقى اسمها عطية، لكن المحبة بتاعت ربنا دي مش عطية، لكن نقدر نقول عليها ايه؟ دي المحبة دي طبيعة الله. مش يوحنا قال لان الله محبة؟ يبقى فرق بين واحد يديني حاجة من عنده، واحد انه يديني طبيعته نفسه ذاته.
عشان نقدر نفهم ونقدر قيمة تلك المحبة. فالمحبة دي طبيعة الله جات ودخلت طبيعتنا وبقت في صميم كياننا علشان تغلب بغضة العالم، العالم اللي بيكرهنا والعالم اللي بيضغط علينا، بيضغط على عقولنا وضميرنا وعايزنا ان احنا نعيش في الخطية ويغرينا ويجرنا. لكن محبة الله دي طبيعة الله اللي بقت في كياننا علشان تمسح كل دمعة وكل حزن من حياتنا وتدينا الفرح الأبدي. السؤال المهم ازاي احصل على تلك المحبة واشعر بيها؟ هما برضك نفس الكلمتين، صدقها واطلبها. صدق ان ربنا بيحبك، صدق ده يعني كلمة ايمان، ثق في كده. وتاني حاجة اطلب من ربنا، اطلب من ربنا وقول له خليني يا رب اشعر بانك فعلا بتحبني وانك مالي كياني. ده الاكبر من كده، شوفوا ربنا بيحبنا امتى واحنا كنا ايه وبقينا ايه. لان محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. بعدين تقروا كده في سركم من عدد 6 لعدد 11، وتقولوا بولس قال علينا 4 كلمات في الكم آية دول، وصفنا ب4 كلمات: برافو، ضعفاء، فجار، خطاة، أعداء. دي المحبة ده هي اللامحدودة اللي هي من طبيعة الله ومش مجرد عطية من الله، راحت لناس بال4 صفات دول: ضعفاء وفجار وخطاة وأعداء. ودول 4 درجات وصل فيهم سقوط الإنسان. الأول ابتدت مرحلة الضعف، وبعدين الضعف جرت للخطية. أنا بغلط لأني ضعيف قدام الشهوة وقدام الرغبة، دي تاني مرحلة. يبقى في الأول ضعيف، تاني مرحلة بقيت خاطي، تالت مرحلة اعتدت على صنع الخطية وبقت الخطية حاجة مستسهلة بالنسبة لي، فبقيت فاجر بعمل الخطية بوقاحة، مش مجرد بعمل الخطية عن ضعف. هتشوفوا هي دي قصة الخطية. يجي مثلا إنسان يزني، أول مرة يزني فيها يبقى مقفل الشبابيك والبيبان وعمال يروح يمين وشمال، وبعد ما يزني يبقى فيه تأنيب ضمير وفي يعني وجع في الضمير، وإزاي عملت كده؟ لكن شوفوا بعد تاني مرة، خلاص، تالت مرة اعتاد، رابع مرة ده ممكن يعمل اللي هو عايزه منتهى الوقاح. دي قصة الخطية بأي درجة من درجاتها وأي نوع من نوعاتها. ففي الأول كنا ضعاف، بقينا خطاة، وبعدين بقينا فجار، وبعد ما بقينا فجار صرنا أعداء. مش مجرد بس كمان غرباء عن الله، لكن بقى بيننا وبين الله عداوة. فشوفوا المقابلة الجميلة بين ال4 حاجات اللي فينا ده هما، وازاي ربنا قابل ضعفنا وقابل الخطية بتاعتنا وقابل الفجر بتاعنا وقابل العداوة بتاعتنا. لأن المسيح إذ كنا بعد ضعفاء مات في الوقت المعين. وقت المعين يعني الوقت المحدد في ذهن الله منذ الأزل، إن في لحظة حنتشل الإنسان من ضعفه لأجل الفجار. فهنا الضعف قبله قدرة ربنا في الوقت المعين لصنع الخلاص للإنسان، وفجور الإنسان قبلته نعمة جاذبة للإنسان، ووقاحة الإنسان اللي كان بيفتخر بالخطية بتاعته ربنا قابلها بنعمة تجذب الإنسان، نعمة تجدد الإنسان. فالفجر قبله بنعمة تجذب وتشد الإنسان ناحيته، والخطية قابلها بنعمة تجدد الإنسان وتغفر له، والعداوة ربنا استبدلها بمصالحة على الصليب. عشان كده احنا بنفتخر وبنفرح بهذه النعمة المتفاضلة جدا ومحبة ربنا الغافرة اللي وصلتنا بغير حساب وبدون اي استحقاق منا. فانه بالجهد، بالجهد يعني بالعافية، بالجهد مش بالجهد. الجهد ده اصطلاح كهربائي او هندسي، لكن بالجهد يعني بالعافية، بالمشقة، بالتعب. يموت أحد لأجل البار،
يعني لو في واحد بار كويس ده ممكن انهم هم يضحوا من اجله، وده مش ممكن، ده بالجهد بالعافية يعني يقولوا عليه ده يستحق التضحية، ده لو بار. طب ما هو ما فيش ولا بار. ربما لأجل الصالح الكويس يكسر أحد أيضا أن يموت، يقول ده يستحق أن احنا نموت علشانه. لكن الله بيّن محبته، محبته لنا، بيّن يعني أظهر بمنتهى الوضوح محبته لنا، لأننا ونحن وبعض خطاه مات المسيح لأجلنا. يبقى المسيح لما مات مش مات من أجل ناس مستحقة، لكن مات من أجل ناس غير مستحقين كلية. المسيح ما ماتش من أجل ناس بيحبوه، لكن المسيح مات من أجل ناس بيعادوه، بيرفضوه، بيكرهوه. المسيح مات من أجلهم. عشان كده محبة ربنا دي كانت بلا حدود. محدش يعقل أن يموت من أجل إنسان رضي أو إنسان شرير. ده إذا كان بيموت من أجل البار أو من أجل الصالح يلزم منه قوة حب هائلة لهذا البار وهذا الصالح علشان بالعافية يموتوا من أجله أو يموت من أجله. لكن من أجل الأردياء والأشرار مش ممكن، كان مستحيل، لكن الله عمل المستحيل من خلال حبه لينا. وده مش بس من أجل ناس خطاه، لكن من أجل ناس فجار وصلوا لنقطة اللا عودة، إن مفيش حتى أمل في رجوعهم، لكن المسيح عمل كده من أجلهم. ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعض خطاه مات المسيح لأجلنا. فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب. إذا كان ربنا وحبنا وإحنا وحشين، طب يا ترى هيكون قد إيه حب ربنا لينا وإحنا كويسين؟ إذا كان حب ربنا لينا وإحنا وحشين لا يقاس ولا يحد، طب وإحنا حلوين بقى هيبقى إيه اللي أكتر ما لا يقاس وأكتر ما لا يحد؟ شيء الإنسان ما يقدرش يتخيله. خسارة إن الكلام ده إحنا مجرد بنسمعه لكن ما بنختبرش منه حاجة. دي إذا كان الخلاص بدأ بهذه القوة الفائقة وبهذه المحبة العظيمة تجاه الإنسان الخاطئ اللي ما يستحقش، طب إزاي حينتهي بقى والناس دي بقت كويسة؟ سوف ينتهي بمجد جدير بهذه المحبة، لأن اللي ابتدى فينا هو اللي بيكمل فينا. وكم يكون مجد تكميل هذا التكميل لما ننمو في علاقتنا بربنا ويقودنا بقى وإحنا مبررين لحياة أفضل وأفضل وأفضل. خدوا بالكوا يقول آية كده تحتاج شوية تفكير، نخلص به من الغضب. كلمة نخلص دي في أنهي زمن؟ في زمن المستقبل. سوف نخلص به من الغضب الآتي. الله، ما احنا من الأول عمالين نقول إن احنا خلصنا، هو احنا خلصنا ولا ما خلصناش؟ إذا كنا خلصنا يبقى إيه اللي هنخلص بيه؟ خدوا بالكوا إن الحتة دي بترد شوية على الناس الغير أرثوذكس اللي بيقول لك الخلاص في لحظة. لا، ده الخلاص ماضي وحاضر ومستقبل. في الماضي يقول بالرجاء خلصنا في الأول آيات، وفي المضارع الدائم يقول بالنعمة أنتم مخلصون، لعملية مستمرة. وفي المستقبل بيقول به نخلص من الغضب. إن عملية الخلاص قد تبدأ في لحظة لكن تستمر مدى الحياة، ومش بس مدى الحياة، تستمر كمان في الحياة الأبدية. المسيح خلصنا في الماضي من الخطايا اللي احنا عشناها، ويخلص في الحاضر من الخطايا اللي احنا بنعملها دلوقتي، وهيخلص في المستقبل من الدينونة اللي كانت منتظرانا. عشان كده خلصنا يبدأ هنا ويكمل في الحياة الأبدية. فالخلاص ده هو كل كيان الإنسان. خلاص يبتدي من يوم ما الإنسان يتوب ويدخل في الإيمان،
ويستمر ويمتد به إلى ما لا نهاية، ما هوش مجرد خلاص لحظي قد يبدأ في لحظة، ولكن يحتاج أن كل الحياة تبقى عايشين هذا الخلاص. لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. وبردك لازم نفهم يعني إيه كنا أعداء مع الله. مين يقول دي كنا أعداء مع الله؟ يعني إيه؟ يعني ربنا حطت لنا مدفع وأنا حطت لربنا مدفع؟ إيه معنى العداوة اللي بيني وبين ربنا؟ ما هيش عداوة شكلية أو أدبية، بل عداوة على مستويين، على مستوى الفكر وعلى مستوى العمل. العداوة اللي كانت بيني وبين الله كانت على مستويين. مستوى الأفكار، إن كل تصورات الإنسان وكل أفكار الإنسان صارت شريرة معادية لله أو ضد الله. المستوى الثاني على مستوى العمل، إن كل أعمالي اللي أنا بعملها هي تحدي لعمل الله في حياتي، تحدي مباشر لشخص الله ووصاياه بأعمالي. فأنا كنت عدو لله على مستوى الفكر وعلى مستوى العمل، وبقت العداوة دي مغرباني عن ربنا، مش قادر أفكر زي ربنا ومش قادر أعمل زي ما ربنا عايز، فما بقيناش متفقين مع بعض، بقيت أنا في وادي وربنا بعيد عني خالص، بقينا غرباء عن بعض. لكن هذه العداوة جه المسيح صالحنا مع الله، أبطل العداوة دهية، زي ما قال في رسالة تانية: أما نحن فلنا فكر المسيح. بقى فكري وفكر المسيح واحد، وعلى مستوى العمل الأعمال مين اللي بيعملها؟ المسيح اللي ساكن فيا، فبقى عملي هو عمل المسيح جوايا. فبكده صالحني، وبكده ما قيناش غرب عن بعض، لكن بقينا واحد. فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون. طب إذا كان ده المسيح حققه وإحنا أعداء، طب ما لما نبقى بقى سمنا على العصب مع ربنا حيبقى إيه اللي بيننا وبين ربنا؟ أشياء بيحطها محبة عجيبة وقوية جدا بين الإنسان وبين الله. ونحن مصالحون نخلص بحياته، وبرضك نصحصح، نخلص بحياته. محدش عايز يسأل حاجة؟ لا، اللي هيقول دي لي جايز، برافو عليه. مين اللي قال ده؟ صح. احنا كل ذهننا اللي احنا عارفينه ان احنا نخلص بموت المسيح، لكن هنا لأول مرة بولس يقول ان احنا بنخلص بحياة المسيح. ده عايز يقول حاجة عجيبة وحاجة حلوة في نفس الوقت. احنا بنفتكر ان عمل المسيح انتهى بموته على الصليب وبقيامته من بين الأموات وبصعوده للسماء، وبعد كده بعت الروح القدس، يبقى كده عمله ايه؟ انتهى. لا، ده عمله ما زال قائم لحد الآن وهو حي. فمرة تانية قال بولس كلمة عن المسيح: إذ هو حي كل حين يعمل ايه؟ يشفع فينا. يبقى عمل المسيح ما انتهاش بموته، لكن دلوقتي وهو حي ما زال يعمل بشفاعته من أجلنا، يترجى الآب من أجلنا. مش مجرد انه جه ودفع الثمن وصنع الفداء والخلاص والموضوع انتهى، لا، ده المسيح ما زال يعمل. فعمله الآن بحياته انه يكمل فينا عمل الخلاص، يدينا مزيد من الخلاص وتتميم لهذا الخلاص، ومزيد من الاتحاد بربنا. والاتحاد بربنا ده اللي احنا بنسميه الحياة الأبدية حسب طلبته الأخيرة في يوحنا 17: أريد أن هؤلاء يكونون واحد فينا كما أني وأنت واحد. ده اللي بيعمله المسيح دلوقتي، إنه بيوحدنا في الآب، فبيدخلنا الحياة الأبدية. مش مجرد إنه أدى كفارة وتبرير وخلاص بس في الماضي، لكن المسيح ما زال يعمل.
فإذا كان الله عمل المستحيل أفليس من المعقول أن يعمل الله ما هو ممكن وبسيط؟ إذا كان الله عمل الصعب مش هيعمل السهل؟ الصعب إنه يحبنا وإحنا أعداء وخطاة. طب إذا كنا دلوقتي أصحاب وأصدقاء ده من السهل جدا إنه يعمل معنا أكتر من إيه؟ من كده. وهو ده اللي عايز يقوله. وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا بالله، بربنا يسوع المسيح. نفرح بربنا الذي نلنا به الآن المصالحة. إذا كان عمل القليل وإحنا أعداء، أو عمل الصعب آسف وإحنا أعداء، فكم سيصنع ونحن مصالحون، وكم سيعطينا ونحن مصالحون معه. بردك يحط في وسط الآية بربنا يسوع المسيح. يبقى تلاحظوا في أول الإصحاح، في نص الإصحاح، في آخر الإصحاح بيتكلم عن ربنا يسوع المسيح. صح، ده كله بيدور حوالين هذا المحور، إن البر اللي وعد بيه إبراهيم تم في شخص المسيح. شرف الإصحاح الخامس. ومن أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. إذا كان محور الرسالة كلها بيدور حوالين التبرير، ففي نقطة خطيرة ينبغي الإنسان يفكر فيها. إذا كان المسيح جه وبررنا، طب ليه إحنا لحد دلوقتي بنموت؟ إذا كان المسيح جه وبررنا، ليه إحنا لحد دلوقتي ما زلنا بنموت؟ مش تبرير يعني المسيح رفع عمل الخطية من حياتنا؟ طب ليه إذا كان الموت هو أجرة الخطية، ليه مازال الإنسان بيموت؟ وبقت في قضية، ما هي علاقة الموت بقضية التبرير؟ وعشان نقدر نفهم دي، تعالوا نتخيل المنظر شوية اللي حصل في العالم وفي حياة الإنسان بصفة عامة. آدم اللي هو رأس الخليقة أو أول الجنس البشري، ووراه طابور من كل الأجيال اللي جت بعديه، ومن كل النسل اللي خرج من آدم. كل النسل اللي خرج من آدم فضل يغلط يغلط يغلط، ومن خطية إلى خطية، ومن سقوط إلى انحدار. فنقدر نشبه الأجيال كلها وعلى رأسها آدم إنها خدت طريق منحدر يجرجر إلى قاع الهاوية أو إلى قاع الجحيم. والنهاية، نهاية الطريق المنحدر اللي صارت فيه كل البشرية، كانت نهاية مرعبة جدا. وبمرور الوقت وبمرور الانحدار وبمرور الزمن، ازداد الانحدار وازدادت شناعة الخطية وازداد شناعة المصير الذي ينتظر الإنسان في خلال انحداره. بعد ما كان في القمة اللي ربنا خلق فيها، ابتدى هذا الإنسان يسرع لطريق الانحدار، للهلاك وللضياع وللدمار. جه في لحظة في هذا الطريق المنحدر، وفي لحظة من الزمن اللي عمال يجري، المسيح دخل في الطريق ده. هو المسيح دخل في الزمن، ودخل في نفس طريق البشرية كلها اللي هو شبهناه بطريق منحدر للهلاك والضياع. فتخيلوا اللي عمله المسيح في الطابور اللي نازل ده كله لتحت. عارفين المسيح عمل ايه؟ شال الطابور ده كله وطلع بيه الطريق المنحدر. تعرفين اللي بيطلع جبل عالي او بيطلع طريق منحدر بيلاقي صعوبة جدا، لكن المسيح شال البشرية كلها بأحمالها بخطاياها بكل المبوقات اللي فيها. المسيح شال كل الجيش ده وابتدى يصعد بهذا الجنس البشري للقمة مرة تانية. وطلع المسيح صعد هذا الطريق اللي هو شديد الانحدار، وبدل ما الزمن كان بيسرع بالإنسان للهلاك وللضياع، وكل مرة عمال يزيد في الانحدار، المسيح ادى للإنسان زمن جديد ووقت جديد اللي احنا بنسميه دلوقتي العهد الجديد. اللي سمعته الآية بتاعته في القداس النهاردة، هو ذا الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. إن الله أعاد خلقة الإنسان مرة تانية، وصعد بكل الجنس البشري بعد ما آدم نزله، المسيح جه ايه؟ طلعه لفوق.
وبقى بدل ما كان زمن الإنسان هو زمن الانحدار للشقاء وللمصير وللهلاك وللضياع، بقى زمن الإنسان الزمن الجديد ده زمن الحب، الزمن اللي يتمتع فيه بمحبة الله. وبدل زمن اللعنة اللي حصلت بسبب خطيئة الإنسان بقى دلوقتي زمن النعمة، وبقى زمن الخلاص والتهليل عوض زمن النوح والبكاء والعبودية، وبقى زمن الأبدية بدل زمن الموت. إذن اللي عمله المسيح تجاه الموت إنه ألغى ما كان الإنسان ينتظره من خلال الموت. فالموت نفسه هنا اتغير. قبل مجيء المسيح كان الموت ده لعنة، وكان الموت ده عقاب، وكان الموت مصير تعس جدا للشقاء الأبدي بتاع الإنسان. لكن بعد المسيح الموت ده طبيعته نفسها اتغيرت. عشان كده لما بيقول المسيح كسر شوكة الموت، بقى الموت ده هو عبارة عن انتقال من حالة إلى حالة أفضل، من وضع إلى وضع أحسن. لما نتكلم عن الموت في مين؟ في المسيح. صحيح أنها كانت خطية واحدة لشخص واحد اسمه آدم، لكن الخطية ارتبطت بكل جنس البشر بعد كده، لأن آدم ما سلمناش الخطية، لكن آدم سلمنا طبيعة ورثة للرغبة في الخطية. آدم لما كان عايش مع ربنا سقط، وبعد ما سقط فقدت العلاقة اللي بينه وبين ربنا. فآدم سلمنا أو ورثنا طبيعة سقطة، طبيعة فقد النعمة حضور الله فيها. علشان كده اللي احنا استلمناه مش استلمنا خطية آدم، ما ورثناش خطية آدم، لكن اللي ورثناه الطبيعة الفقدة لنعمة الله. فبقت طبيعة السقطة دي اللي مفيهاش ربنا، وربنا هو الحياة، يبقى النفس اللي مفيهاش ربنا مفيهاش حياة، فبقت مستهدفة للموت. ولمين ليه سلطان الموت؟ اللي هو إبليس. فعشان كده آدم سلمنا طبيعة مستهدفة للخطية، لأنها فقدت نعمة حضور الله، فبقت قابلة للموت. عشان كده يقول بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، والعالم كله اتجر ورا طبيعة الخطية دي، وبالخطية الموت، لأن أجرة الخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس. قاعد يعدي من جيل إلى جيل الموت على جثث الناس اللي جايين أجيال ورا أجيال، كلها ماشية في الطريق المنحدر. طب ليه أجرة الخطية الموت؟ قبل مجيء المسيح كان الموت ده عبارة عن رمز أو صورة للموت الروحي بتاع الإنسان. يعني الجثة بتاعت الإنسان لما تنطرح على الأرض وتنتن وتتحلل وتبقى شيء كريه، دي كانت صورة رمزية للإنسان في موته الروحي، لما بينطرح على الأرض ويعيش من أجل الأرض ويفقد اتصاله بالله اللي هو مصدر الحياة. فبتبقى فقدة لرائحة النعمة، ولكنها مشبعة بالرائحة الكريهة اللي هي رائحة الخطية. الأكيال اللي اتولدت جيل ورا جيل، بل الملايين اللي جم في العالم كله، لم تزد في عين الله كل بشرية وجدت على الأرض عن إنها عبارة عن صورة مكررة لمين؟ لآدم. يعني كل البشر اللي وجدوا دول طلعوا صورة مكررة لآدم اللي سقط، وكأن آدم ده عبارة عن صورة كبيرة اتفتتت واتكسرت وطلعتنا احنا كلنا، لكن لينا نفس الطبيعة الساقطة بتاعت آدم. عشان كده اجتاز الموت إذ أخطأ الجميع. فخدوا بالكم، عشان في بعض الناس تقول طب آدم غلط، طب وأنا ذنبي إيه؟ آدم غلط، طب وأنا ذنبي إيه؟ يقول هنا بيوضحها في نهاية الآية، إذ أخطأ الجميع. ذنبك إن أنت كمان غلط. لما بنكلم عن التبرير من الخطية الجدية أو الخطية اللي احنا ورثناها من آدم، مفيش حاجة اسمها أنا ذنبي إيه. ذنبي إن أنا عشت نفس الخطية اللي عاشها أبويا آدم، وربنا مش هيحاسبني على خطية آدم،
لكن بيحاسبني على نفس الغلط اللي أنا بكرره زي آدم. أيوة. ما هو الإمكانيات اللي فقدها آدم، صحصح للكلام، فقدت منه، فما بقاش عند أي مشر من المشر الإمكانيات اللي كانت عند آدم قبل السقوط. عشان كده بقول آدم سلمنا طبيعة تميل للخطية. ذنبي إن أنا عشت نفس الخطية اللي عاشها آدم، مش ذنبي إيه؟ ذنبي إن أنا بعمل نفس الغلط، بقيت أنا صورة لآدم بكرر نفس الغلط. بس نستنى طب للآخر وحنفهم. فبقى الناس كلها عبارة عن أشكال وألوان مختلفة، لكن هي كل واحد وجد في العالم صورة من صور آدم. الكل يحمل الخطية والكل يحمل الموت. زي شجرة عندي أصابها فيروس، الشجرة دي هتطلع كل سنة ثمار، الثمر اللي هيطلع ده هيطلع عيان حامل الايه؟ الفيروس. مش هتيجي تقول الثمرة أنا ذنبي إيه؟ الشجرة هي اللي فيها الفيروس، أنا خدت نفس العصارة وورثت نفس النتائج بتاعة خطية آدم. كانت خطية آدم إنه مد إيديه عشان ياخد اللي مش حقه الذي لا يحل لي، تحت إغراء الشيطان اللي زيف له الحقائق، وتحت بند الاستهتار بتحذيرات الله أو بكلام الله. ده مضمون الخطية، إنسان بياخد الحاجة اللي مش ليه بإيحاء من الشيطان أو بغراء من الشيطان، فيقوم يستهتر بكلمة ربنا. أي خطية بعملها هي الثلاث حاجات دول، أي خطية بعملها باخد اللي مش ليا بإغراء من الشر أو من الشيطان، وإني استهترت بكلمة ربنا أو تهاونت أو ما صدقتش في كلمة ربنا. فبقى دي خطية كل واحد وجد على البشر ابن لآدم على الأرض، هي بنفسها، وأجيال وراء أجيال ابتدت تكمل. بس الإنسان بيغلط بإرادته، لأن آدم لما ورث الإنسان طبيعة للخطية ما ورثوش حتمية الخطية. في فرق بين الاثنين، حتمية الخطية يعني لازم تعمل الخطية، لأن الإرادة ما زالت موجودة في الإنسان، وده اللي بيستشعره الإنسان الصادق مع نفسه تملي، إن أنا مش مجبر لعمل الخطية، أنا بعمل الخطية بمنتهى حريتي وإرادتي، وببقى عارف اللي أنا بعمله ده غلط. ولكن صحيح ممكن أتحجج وأقول أصل أنا هعمل إيه، أنا أجبرت على كده، لكن لو الإنسان صادق مع نفسه يعرف إن مفيش حاجة بتجبره، هو بيختار الشر بإرادته وبيصنع الشر بإرادته. فهنا بيبين لنا حرية الإرادة بتاعة الإنسان، لأن آدم ما ورثناش حتمية الخطية، واللي عايز يرفض الخطية بيرفضها زي ما شفنا دانيال. فبيقول إنه حتى الناموس كانت الخطية في العالم، يعني لما جه الناموس الخطية أوريدي كانت موجودة في العالم، على أن الخطية لا تحسب إن لم يكن ناموس. الناموس جه والخطية موجودة في العالم، لكن قبل ما يجي الناموس ما كانتش الخطية تحسب تعدي. ليه؟ لأن ما كانش فيه قانون، ما كانش فيه قانون الإنسان بيكسره، لكن كان بيعمل الخطية. لكن لما قننت الخطية بالقانون وجه القانون، فهنا أصبحت الخطية مثبتة على الإنسان. إذن ليه ربنا إدى الناموس؟ بيبلغنا هنا قصد ربنا من الناموس إنه يكشف للإنسان الانفعالات اللي بتحصل جواه، وانه يعرف الانسان ان اللي بيعمله وعايش فيه ده غلط، وبيدهاله في صورة قانونية. وفي نفس الوقت الناموس ده حيبين لنا عجز الانسان على انه يعيش الصح، لكن الناموس يبين لنا ان احنا عايشين غلط. ويعني عمل الناموس حاجتين، بين لنا ان احنا عايشين غلط، وتاني حاجة ورانا عجزنا. طب يعني انت توريني وتسيبني لحد كده؟ يقول لا، ان الناموس ده لما هيكشف لي خطيتي ويوريني عجزي هبتدي ادور على حد ينقذني من هذا الضعف والعجز،
عشان كده يقول الناموس مؤددنا للمسيح، او ان غاية الناموس او هدف الناموس انه كان يوصلنا للمسيح. فهنا بيقول على ان الخطية لا تحسب ان لم يكن ناموس، ولكن قد ملك الموت من آدم الى موسى، وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم. لكن السؤال اللي ابتدى يستدرجه، إذا كان الناموس جه أيام موسى، طب الناس اللي عاشت من آدم لموسى ماتت ليه؟ ماتت ليه وحسبت عليها الخطية ليه إذا ما كانش فيه ناموس؟ مش كان في الوقت ده ما فيهوش قانون؟ طب ليه دول ماتوا وإحنا عرفنا إن الموت نتيجة الخطية؟ ده عايز يثبت لهم إن الخطية مش الناموس اللي أوجدها، لكن الناموس أظهرها وراها. فإحنا ما ورثناش الخطية، لكن ورثنا طبيعة لها خبرة الخطية وجمحة ناحية الخطية، وعليها حكم الموت لأنها فقد النعمة، فقد حضور الله في حياتها. اللي عمله المسيح بقى، جه ودخل في طريق البشرية وفي الزمن بتاع البشرية، يحمل نفس طبيعة آدم، خذ نفس الجسد بتاع آدم والبشرية، وبعكس ما عمل آدم كان المسيح بيعمل، وفي عكس الاتجاه اللي آدم كان سير فيه والبشرية كلها ماشية فيه، المسيح ابتدى يعمل ويشد طابور البشرية عشان يطلع بيه. عشان كده لما قرينا الإصحاح في أوله هنشوف إنه هيعمل مقارنة بين اتنين بقوا رأس للبشرية، آدم ومين؟ والمسيح. آدم الإنسان الأول والمسيح آدم الثاني. فالمسيح يعمل عكس ما كان بيعمل آدم. فبقد ما آدم غلط في حق الله، جه المسيح وقدم المجد للآب. آدم عجز إنه يطاوع ربنا، فجه المسيح يقول كده مبدأه في الحياة: ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. الإنسان اللي مش عارف يعمل مشيئة ربنا، أنا جاي بداله أنفذ هذه المشيئة. طب ومين اللي كان يقدر يعمل مشيئة ربنا وينفذها بيرفكت 100%؟ ربنا نفسه. مين اللي يقدر يعمل مشيئتك؟ مين اللي يقدر ينفذ لك اللي أنت عايزه؟ أنت. لأن مهما كان في حد فهمك مش هيقدر ينفذ 100% اللي أنت عايزه إلا نفسك. فهنا آدم خد حق ربنا وكله، جه المسيح يعطي المجد كله للآه، يقول له أنا مجدتك على الأرض. واللي دمره آدم في حياته وفي علاقته بالله وبخطيته استعاده المسيح وصلحه. عشان كده عوض الطبيعة السقطة اللي غرسها آدم فينا، جه المسيح يغرس النعمة فينا. المسيح جه يغرس النعمة في طبيعتنا علشان يصنع منا حاجة جديدة. عوض الموت غرس فينا روح الحياة، وبقى تاريخ الإنسان اللي منحدر إلى الهوية المسيح قلبه صعودا إلى السماء. بدل ما الإنسان كان نازل للهوية، المسيح جه وخد الطابور ده كله وطلع بيه لفوق. فابتدى في نهاية الإصحاح الخامس يعمل مقارنة ما بين الرأسين أو النائبين بتوع البشرية، وعلشان يطلع في الآخر كل واحد يسأل نفسه سؤال: يا ترى أنا تبع أنهي رأس؟ تبع آدم الساقط، آدم الإنسان الأول، ولا تبع المسيح الإنسان الثاني الجديد الصاعد إلى السماء؟ هي حاجة من الاثنين، لإما نازل لإما طالع. علشان يعمل لنا المقارنة ويورينا الفرق بين الإنسان اللي عايش لنفسه أو عايش بنفس شكل آدم الأولاني، والإنسان اللي عايش للمسيح أو بنفس صورة المسيح. وإذا رفضنا الارتباط بآدم الثاني، يبقى تلقائيا إحنا تبع آدم الأول. وإذا قبلنا عمل آدم الثاني، نستطيع أن نخلص من طبيعة آدم الأول. فهنا في نهاية عدد 12 بيقول: إذ أخطأ الجميع. يعني إيه كل غلط بخطية آدم؟
ها حد يقول معانا يعني من الكلام اللي انا قلت يعني ايه اخطا الجميع بقى؟ ورث طبيعه ادم، عمل نفس خطيه ادم، يبقى كل واحد بحياته الفرديه عمل خطيه ادم نفذها، وورث طبيعه ادم الساقطه للخطيه، لان ادم كان ممثل لينا فاحنا كنا فيه، ولما عمل الخطيه ادم احنا كنا عاملين الخطيه فيه كمان، لان كل جنس البشريه كان موجود في ادم، فلما اخطا ادم كان الكل غلط مع ادم. فيبقى لما بيقول اخطا الجميع، ادم كممثل ونائب للبشريه غلطت البشريه كلها من خلاله، غير ان كل واحد غلط بحياته الخاصه او بحياته الفرديه، غير ان احنا ورثنا منه الطبيعه الفاقده للنعمه اللي بعيده عن الله. لكن عشان نعرف ان فعلا الخطيه مش ضروره حتميه اخذناها من ادم، تلاحظوا ان في مثلين في العهد القديم ما ماتوش. احنا قلنا ان الموت ده نتيجه الخطيه، في اتنين ما ماتوش، اخنوخ وايليا. معنى ايه ان ايليا ما ماتش واخنوخ ما ماتش؟ يعني ايه ما ماتوش؟ ان الخطيه مش ضروره حتميه لكل انسان، وان الموت مش حتمي لكل انسان. ما ورثوش، ورثوا لكن ما نفذوش بحياتهم الفرديه، ما كرروش نفس الغلطه. بس خدوا بالكم من حاجه، ايه الفرق بين اخنوخ وايليا؟ اللي صح هيقول دي لي جايزه. طب ما ايليا كان ماشي مع الله. برافو عليك. ان اخنوخ كان قبل الناموس وايليا بعد الايه؟ الناموس. ده عايز يقول ان قبل الناموس مفيش حتميه للخطيه، وبعد الناموس برضك مفيش حتميه للخطيه. ان اللي بيغلط بيغلط بارادته. فالجميع أخطأوا لأنهم لم يستطيعوا إلا أن يخطئوا، لكن مش لأنهم حتما لابد أن يخطئوا. صححوا الكلمة دي عشان هتجاوب على أسئلة كتيرة. الجميع أخطأوا لأنهم لم يستطيعوا إلا أن يخطئوا، ما قدروش غير أنهم يغلطوا، لكن مش لأن حتما لابد أن يخطئوا. آدم سلمنا طبيعة منفتحة على الشيطان، على الشر، أصبحت مستهدفة للموت، واحتمال الخطية وارد ولكنه مش حتمي. عشان كده انه ما سلمناش فعل، يعني ادم ما قالناش تعملوا كده او ما اجبرناش ان احنا نعمل كده، لكن سلمنا طبيعة تميل للخطية. طب الاطفال اللي ماتوا قبل ما يغلطوا ليه ماتوا؟ تاخدوا فترة كده تفكروا فيها. ورثوا الطبيعة من آدم. طيب تاخدوا تفكروا فيها شوية وتجاوبهاني بالليل. ما كانش قدامه اختيار او حرية الاختيار؟ طب وليه ربنا يموته؟ ما هو ما غلطش، اجرة الخطية هي الموت، ليه ربنا موته؟ اخطأوا في آدم، الكلام اللي احنا قلناه، يعني طلعوا اللي عندكم واكتبوه لي، ورثوا نتائج الخطية، بس اكتبوا وفكروا فيها. هما الأطفال ورثوا مش طبيعة شريرة، لكن ورثوا طبيعة فاقدة للنعمة، طبيعة قابلة للموت، لأن قلنا إن النعمة دي هي ربنا، النعمة دي هي الحياة. فاللي ورثوه ورثوا طبيعة فاقدة للنعمة، فاقدة للنعمة يعني فاقدة للحياة. حتى لما عاشوا 20-30 10 سنين 5 سنين كل ده كان ميت. حتى هو عايش الانسان كان ميت. لكن ايليا واخنوخ لما ربنا عملهم كده عملهم كنموذج لعدم حتميه الموت، عشان يقول لنا علشان يقول لنا ان مفيش حاجه اسمها حتميه الخطيه. هو ما ادركش الخطيه الطفل خالص. مين اللي قالك؟ اللي في سفر الرؤيا فيه آراء كتيرة إنه مش ممكن يكون إيليا وأخنوخ، لأن الكلام اللي اتقال على أخنوخ ينطبق على موسى،
مش على أخنوخ. ربنا لما بيحط القاعدة بيبقى ليه باستمرار بعض الاستثناءات. ربنا بيبقى له بعض الاستثناءات ليه؟ لأنه عايز يعلن نموذج، وعايز يعلن أنه في إيده كل شيء. والاستثناءات دي تعبير عن النعمة اللي هتشمل الكل بعد كده. فعدم موت إيليا وعدم موت أخنوخ ده ما كانش عشان إيليا وأخنوخ في حد ذاتهم كانوا كويسين، لكن ده كان إشارة للي هيعمله المسيح. إيليا وأخنوخ دول كانوا رمز لمين؟ للمسيح الذي لا يمكن أن يغلبه موت. ولما درسنا حياة أخنوخ وحياة إيليا شفنا مدى التطابق اللي بين الاثنين وازاي كانوا رمز لشخص المسيح. ثم آدم كان بيتمشى مع ربنا. التمشية مع ربنا مش معناها انه مش هيغلب. طب حاضر متزعليش. لا مش بعملهم اطلاقا. بحسب نعمة ربنا اللي هو عمل دول نموذجين عشان يبقوا مثال لشخص مين؟ المسيح. الاحداث اللي حصلت في العهد القديم كلها بتنصب على شخص المسيح. يعني لما ربنا قال لابراهيم اذبح اسحاق ما كانش علشان يمتحن طاعة ابراهيم، ده عشان يقدم نموذج للبشرية للي هيعمله الاب مع الابن. عشان كده كل العهد الجديد كان ليه رموز واشارات في العهد القديم، سواء باحداث حصلت او بشخصيات تمت او باشياء اتوجدت زي الحية النحاسية زي العليقة. فالله كان بيعد ذهن البشر من خلال الرموز دهيت والظلال دهيت. فبقى آدم يمثل الجنس البشري بنظام التكافل. يعني عارفين ايه نظام التكافل؟ يعني لما بيعملوا مجموعة مع بعض يقولوا احنا هنتكافل مع بعض، نتكافل مع بعض يعني في الربح والخسارة، ربحنا يبقى كلنا ربحنا، خسرنا يبقى كلنا خسرنا. اذا كان آدم ده ما سقطش وكان عمال يتمجد على طول، كنا احنا بردك اتمجدنا معاه. وزي ما كنا متكافلين معاه في القداسة او في المجد، صرنا برضك متكافلين معاه فين؟ في الخسارة. لكن شوفوا المسيح بيعمل ايه، بيغير ايه، ان خلى التكافل معاه هو. علشان اذا كان التكافل مع ادم معرض للربح والخسارة، فالتكافل مع المسيح مضمون. خطية ادم مش هي اللي حندان بيها، لكن طبيعة آدم الساقطة اللي احنا بنخطئ بيها. بنخطئ بيها يعني بنكرر نفس الفعل. عشان كده احنا ما بنموتش بخطية آدم، لكن بنموت بالطبيعة اللي مايلة للخطية وبنخطئ فيها بإرادتنا. وكان تملي ربنا باستمرار يمثل او ياخد ينتخب شخص عشان يمثل المجموعة كلها. عشان تعرفوا ان مبدأ التمثيل والتكافل ده كان موجود من فجر التاريخ. عارفين ربنا زمان مع الشعب اختار شعب عشان يبقى مميز يرمز او يضم كل الشعوب بعد كده، اللي هو شعب اسرائيل. وبعدين جه في كل بيت اختار مين؟ البكر، لان البكر يمثل العائلة كلها. وجه في وسط الشعب اختار ست من ضمن ال 12 أصبات عشان يتراءى قدامه اللي هو ست لاوي، بأن الست ده بقى ممثل لكل الشعب. فمبدأ التمثيل ده موجود في التاريخ بتاع الإنسان، واحد بيمثل الكل، فغلطة واحد بتضيع الكل. تقول لي وأنا ذنبي إيه؟ أقول لك في سواق أتوبيس سايق أتوبيس، سواق ده غلط، عمل حادثة، الأتوبيس اتقلب، ناس كلها ماتت. الغلطة كانت غلطة مين؟ السواق. لكن الموت جاب كل اللي في الأتوبيس. هذا نظام التكافل. تقولي طب وذنب الناس ايه؟ هو ممثلهم. قائد الطائرة غلط، وقع الطيارة، ماتوا اللي معاه. فإنه حتى الناموس كانت الخطية في العالم، على أن الخطية لا تحسب إن لم يكن ناموس. لكن قد ملك الموت من آدم إلى موسى، وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم الذي هو مثال الآتي.
آدم ائتمن على الناس لكن ما حفظش على الأمانة فضيع كل اللي كانوا جواه. بس خدوا بالكم يقول تعبير لطيف، آدم الذي هو مثال الآتي. الآتي يقصد بها مين؟ سيد المسيح. يعني آدم رمز للمسيح، آدم يمثل المسيح، لكن مش المسيح يمثل آدم. برغم أن المسيح جه بعد آدم، لكن آدم هو اللي جه رمز ليه، مش المسيح رمز لآدم، لا ده آدم هو اللي بقى رمز للمسيح. مثال الآتي، المسيح هو العينة وآدم هو الصورة بتاعتها. المسيح لما جه بقى لغى الصورة دي وادى صورة جديدة، خلقها بشكل جديد، مش بس صلحها لكن ده أوجدها خلقة جديدة، خلقها من أول وجديد. عشان كده كان أول عمل عمله المسيح بعد الصلب والقيامة عمل إيه؟ بعد ما قام عمل المسيح أول عمل، لا أنا قلت بعد القيامة، شد آدم وطلع الجحيم، ده كان بعد الصلب، لكن بعد القيامة الهيول دي دي جايزة، لا قبل الصعود. نفخ، نفخة الروح القدس. النفخة دي هي إيه؟ خلقة جديدة. النفخة اللي نفخها دي زي ما الله في الأول نفخ في آدم نفخة فخلق من الإنسان آدم، بردك أول عمله اللي عمله بعد ما أتم القيامة إنه إدى الخلقة الجديدة من خلال النفخة اللي سلمها للكنيسة. عشان كده المسيح مصلح الصورة، لكن خلق إنسان جديد فينا، مش بس رفع الخطية وللموت، لكن ادى الانسان انه يبقى متحد بالله، ليه مجد ربنا وشريك في الحياة الابدية. فاذا كان الموت عدى على الذين ماتوا قبل الناموس وعلى الذين جاءوا بعد الناموس وبيعدي على الكل، فده المسيح غيره كله في الخليقة الجديدة، وما بقاش اسم الموت دلوقتي موت، لكن زي ما بنقول ليس موت لعبيدك بل هو انتقال. ولكن ليس كالخطية هكذا أيضا الهبة، لأنه إن كان بخطية واحد مات الكثيرون، فبالأولى كثيرا نعمة الله والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح. وهنا تلاحظوا برضك بيتكرر كلمة يسوع المسيح، ان كل الحاجات دي خدناها فيه. فبقى ارتباطنا بشخص المسيح يخلصنا من ارتباطنا آدم الأول، وآدم الأول المرتبط بالموت يجي اللي يتحد بالمسيح آدم الثاني يبقى له الحياة. عشان كده بيعمل ان الخطية اللي جرت الجنس البشري كله بعكسها الهبة او النعمة او العطية المجانية. إذا كانت حاجة وحشة جرت الكل، طب الحاجة الحلوة هتعمل إيه بقى في الكل؟ فبالأولى كثيرا نعمة الله والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين. زي ما قلنا وبنتحجج وبنقول إحنا ما اخترناش آدم ممثل لينا وما كناش عايزينه وما لناش دعوة بيه، هنقول طيب ودلوقتي المسيح مالكش دعوة بيه ولا تبقى عايزه؟ وليس كما بواحد قد أخطأ هكذا العطية، لأن الحكم من واحد للدينونة، وأما الهبة فمن جرى خطايا كثيرة للتبرير. بقى ترتبط بالمسيح يديك عطية الهبة اللي تبررنا أو نعمة التبرير، لأنه إن كان بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد، فبالأولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح. ودي خامس مرة يذكر فيها ان كل حاجة لينا من خلال يسوع المسيح. فإذ كما بخطية واحدة صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة، هكذا ببر واحد صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة. لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرين الكثيرون خطاه، هكذا أيضا بإطاعة الواحد
فيجعل الكثيرون أبرار. عشان كده دلوقتي الإنسان بقى من حريته أنه يختار المسيح فيتخلص من آدم الأول أو يرفض المسيح فيظل ملتصق بآدم الأول. عشان ما حدش يقول أنا ذنبي إيه، ما كنتش ليا دعوة بآدم، مش عايز يبقى ليك دعوة بآدم، اتحد بمين؟ بالمسيح. وأما الناموس فدخل لكي تكثر الخطية. الناس اللي بيحبوا يعرفوا في الكتاب المقدس في اللغة اليونانية بالذات هيلاقوا بولس بيستخدم كلمتين عن الخطية. الكلمة الأولانية أمرتية، باليوناني أمرتية يعني واحد أخطأ الهدف. الكلمة الثانية كلمة براتوما يعني واحد تعدى الحدود بتاعته. في فرق بين الخطية والتعدي. الخطية واحد أخطأ، لكن التعدي فيها صدق الإصرار. فكلمة خطية معناها أمرتية، وكلمة التعدي معناها برطومة. الكلمة اللي كتبها وأما الناموس فدخل لكي تكثر الخطية، لا ما هيش الأمرتية ولكن كلمة برطومة. يعني نقدر نشيل الكلمة دي نحط مكانها كلمة التعدي. يعني الناموس حول كل غلط بيعمله الإنسان إلى أنه يكون تعدي، لأن الإنسان عارف أن ده غلط، فبقى لما يعمله مع صدق الإصرار والترصد. لكن بالرغم من كده إذا كان الناموس ثبت الغلط على الإنسان وحوله لصدق الإصرار، لكن تفاضلت نعمة المسيح جدا 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 علشان تحرر الإنسان من التعدي ومن الخطية. مهما كنا فجار أو خطاه أو أعداء أو ضعفاء في أي درجة من الدرجات، نعمة ربنا تغطي الكل. ولكن حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا. مهما كثرت الخطية، إذا كان الناموس حول الخطية المستخبية الغير منظورة والغير مقصودة إلى تعدي ظاهر وواضح، فنعمة ربنا جت تمحو كل شيء. ومهما تعظمت الخطية ومهما تعظم التعدي، فدم المسيح يغفر أضخم خطية وأعظم خطية. لاحظوا أن الإنسان باستمرار بعد ما يغلط أول حاجة يحاول يعملها بعد الغلط إيه؟ يخبي الغلط. لكن جينا موسى يعمل العكس، يفضح الغلط ويكشف الغلط. فجت نعمة ربنا بقى تنحي الغلط أصلا من أصله. ناموس دخل يثبت على الإنسان تعديه، لكن نعمة ربنا جت ترفع على الإنسان التعدي. لما المسيح خد الخطية دهيت وخد طبيعة الخطية وصمرها في خشبة الصليب، فعنصر الخطية أو طبيعة الخطية أخده المسيح وصمره على خشبة الصليب ومات وكفر عنا وبرأنا من الطبيعة دي. وإحنا بناخد هذا المفعول في سر المعمودية، بناخد مح طبيعة ساقطة علشان يخلق فينا طبيعة جديدة. لكن خدوا بالكم طبيعة الخطية المسيح لغاها، لكن أعمال الخطية ما زالت تعمل فينا. فرق بين الاثنين، بين الخطية كعنصر ككيان في الإنسان المسيح أبطله، لكن أعمال الخطية ما زالت موجودة في الطبيعة البشرية. واللي بقى مطلوب من الإنسان أنه يعرف وياخد باله من أعمال الخطية دهية، وحتى لو وقع فيها ففي دم المسيح يغفرها ويطهرها ويلغيها. عشان كده طبيعة الخطية دي اللي سميناها بقى التعدي، لكن دلوقتي أعمال الخطية اللي احنا بنسميها الخطايا الغير مقصودة. فبقت حياتي دلوقتي حاجة من الاثنين، إما مفيش حد فينا ما بيغلطش، لكن في واحد بيغلط مع صدق الإصرار والترصد، متمسك بخطيته وعايز خطيته، ده لسه ما عرفش حاجة عن آدم التاني. وبين واحد تاني أعمال الخطية ما زالت بتعمل فيه، لكن بتعمل فيه نتيجة موجوده في الجسد ونتيجة وجوده في الضعف.
الإنسان ده ما بيبقاش عايز الخطية وإن كان بيعملها، لكن أصلا رافض الخطية من أجل محبته للمسيح. ده اللي هيجيله لحظة ويتغير كليا، لكن اللي لسه في التعدي وفي العناد وفي القسوة ده محتاج إنه يتعرف لسه على شخص المسيح وينفصل عن آدم الأول ويتحد بالمسيح آدم الثاني، لأن في انفعالات جواه. في واحد بيغلط نتيجة ضعف، غير واحد تاني بيغلط لأنه عايز الغلط ومصر عليه. عشان نقدر نفهم عمل النعمة، تخيلوا إن اللي عايز يوصل للسماء ده قدامه سلم كبير قوي لازم يطلعه. السلم ده نقدر نقول إنه هو وصايا ربنا أو كلام ربنا لازم ينفذها. فحاجة من الاثنين، واحد يجي يقف تحت السلم ويبص كده يقول يا ده عالي قوي، يبص يلاقي دماغه بتلف، ده أنا مش هقدر أطلعه. مجرد ما بص من تحت كده ما حاولش أبدا إن هو يطلع، ففضل تحت وقال الكلام ده ماليش دعوة بيه، والكلام ده صعب، وإن أنا أصوم وأصلي وأنفذ وصايا ده كلام أنا ما أقدرش عليه، دوخني بلاش، ابعد عن ربنا وسيب ربنا. ده واحد عمل كده. واحد تاني حاول يطلع السلم، طلع درجتين تلاتة وراح متزحلق، كل ما يبص فوق يقع يتدقلب، فاللي يطلعهم ينزلهم تاني وما بينبوش غير انه ياخد كل هدر والتاني لحد ما يحس ان مفيش فايدة، مش ممكن هطلع على اخر السلم. نعمة ربنا دورها ايه بقى؟ انها تيجي تشيل الانسان مش تساعده، ان ربنا ياخده كده من تحت باطه ويرفعه ويطلعه فوق. ده عمل النعمة. مهما وقعت مرات كتيرة، النعمة مجرد ما هطلبها واشتاق اليها واسعى لوصايتها هتمد ايديها وترفعني لفوق، مش بقوتي لكن بقوة الله. مش انا اللي هطلع لوحدي وبشطرتي وبجهادي، لكن قوة ربنا هي اللي هترفعني لفوق. مهما كانت حالتي في الخطية، لكن عمل النعمة هو أعظم من أي خطية. عشان كده حتى كما ملكت الخطية زي ما سيطرت وتسلطت، وبعد الخطية دي الموت، والموت بقى هو سلطانها، هكذا تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية بيسوع المسيح ربنا. ده اللي عمله المسيح، وده عمل النعمة، إنه يرفعني عشان يطلعني لفوق. ما الفرق بين السلام والفرح الداخلي؟ الاثنين مرتبطين ببعض. السلام يؤدي الى فرح، لكن السلام هو الهدوء والتناغم والراحة اللي تبقى في الانسان. الفرح هو الابتهاج والسرور حتى لو كان فيه بيئات، والاثنين ما يسيبوش بعض ابدا. مش ممكن يبقى فيه فرح وما فيش سلام، ومش ممكن يبقى فيه سلام وما فيش. بيقول كما عقاب الله لآدم عندما اخطأ بأن يعمل ويأكل بعرق مجهوده، ولحواء أن تحبل وتلد بالآلام، فلماذا عندما خلصنا السيد المسيح في خطية آدم وحواء بقى العقاب؟ لا، هو دلوقتي ما بقاش السعي نحي لقمة العيش، وما بقتش الولادة بالألم ده عقاب، ولكن بقى مين يقول؟ لا، بقى اشتراك في صليب المسيح. عشان كده الألم دلوقتي ما بقاش عقاب. احنا اتفقنا ان الضيق ينشئ صبر. الضيق زمان كان ينشئ ضجر، لان الضيق ده كان علامة على غضب ربنا. لكن دلوقتي الألم ما زال موجود علشان يزق الانسان ناحية ربنا. ولو الألم اتلغى دلوقتي في الحياة هنا على الارض، ايه اللي هيخلي الانسان يسعى ناحية السماء؟ طب انا عايش هنا مرتاح وفرحان، يبقى الحياة الأبدية ملهاش لازمة. لكن وجود الألم هنا زي شوكة تنغزنا علشان ندور على إيه؟ حياة الأبدية. بس الألم دلوقتي ما بقاش عقاب للإنسان، لكن بقى عامل مساعد للإنسان. وولادة الابن زي ما بتقول المرأة وهي تلد تحزن، ما بقتش عقاب ليها نتيجة الخطية، لكن بقت مشاركة في عملية الخلق عشان تنشئ أجيال للمسيح.
عشان كده يقول تحزن لأن ساعتها جاءت، ولكن متى ولدت لا تعود تتذكر الشدة بسبب الفرح.